أهلا بكم أعزائي المشاهدين وخطوة لقدام. النهاردة أنا حابب أتكلم عن استثمار الوقت. في حاجة اسمها استثمار الوقت، بس ما فيش حاجة اسمها ترتيب الوقت. في حاجة اسمها ترتيب أولويات، لأن الـ 24 ساعة هم الـ 24 ساعة، مهما رتبت فيهم هيفضل 24 ساعة. في مقولة بتقولك لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، وفي مقولة تانية برضو بتقولك الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. لابد أن تستثمر في كل دقيقة بتجيلك عشان الهدف أو الحلم ما بيجيش غير مرة واحدة. وبما أننا احنا بنتكلم عن استثمار الوقت، يعني في نموذج جميل جدا من الشباب جه في ذهني وأنا بتكلم حاليا بيستثمر وقته جدا، نموذج أهل بلده كلهم بيشوفوه وبيحبوه وبيبصوا عليه كتير. نرحب بيه معانا إن شاء الله في موسم تاني وفي الموسم الجديد، الباشمهندس شريف الباجوري. إن شاء الله نموذج محتذى بيه من الشباب. وقبل ما أبدأ الفقرة بتاعتنا النهاردة بمناسبة اليوم العالمي للأب، حابب أقول لكل أب كل سنة وانت طيب، وحابب أقول لوالدي كل سنة وانت طيب على وقفتك جنبي، انت والدي وانت أخويا، وكل سنة وباباك طيب يا سهام. انت طيب يا أحمد وباباك طيب، وبابا بيتفرج علينا دلوقتي، وأقول له كل سنة وانت طيب وربنا يخليك لينا يا رب. كل سنة وهم طيبين كلهم. يا رب. كلنا عندنا مواهب، بنتولد عندنا موهبة، بس في ناس بتكتشف موهبتها وبتستثمرها، وفي ناس بتعيش عمرها كله تدور على الموهبة ومش بتلاقيها، لأن مش بتلاقي اللي يساعدها. مش لازم نكون كلنا يعني دكاترة ومهندسين، لا، احنا ممكن في جزئية صغيرة جدا نكون ناجحين ومبدعين ونحس بسعادة ورضا. وعندنا نموذج على فكرة احمد، انا مبسوطة جدا الحلقة النهاردة كلها نماذج حية جدا عن استثمار وقتها. ايوه، بيعرفوا يستثمروا وقتهم. معانا نموذج عارف موهبته من الاول خالص خالص، من وهو صغنطوط جدا وبدأ بيها. اهلا بيك يا هشام، ازيك يا حبيبتي؟ نرحب بيك يا برنسيسة. هشام منورانا جدا النهارده في الاستوديو، بنرحب بيك. هشام، عايز اعرف مين اكتشف موهبتك؟ يعني مين اكتشفك كده وانت صغنطوطه كده، ومين قال لك ان انت عندك الموهبه دي؟ انا اكتشفتها. لا، بس ماما قالت لنا بره ان هي اللي اكتشفت الموهبه. عشان بتساعدني شويه. بتساعدك كتير في الموهبه. قولي لنا، عرفتها ازاي يعني؟ بدات ازاي يعني؟ بدات عادي. بداتي حسيتي انت بتحبي تعرضي ازياء وكده؟ اه. شفت نفسك كده حد حلو كده وتعرفي تعرضي ازياء يعني وكده؟ اه. شطورة يا هشام. طيب هشام، احنا معانا صور هنتفرج عليها دلوقتي. وانتي كنتي، احنا عرفنا ان انتي بتعرضي، انتي موديل بتعرضي ملابس لشركات ملابس للاطفال. هنشوف الصور معانا، وعايزاكي تقولي لي انتي يعني بتعملي ايه؟ مثلا بيقول لك الحركه، عايزين الحركه دي كده يا هشام، او تمشي كده، ولا انتي اللي بتعملي حاجه من عندك يعني انت؟ انا بعمل حاجه من عندي، عشان يعني انا بحب اعمل حاجه من عندي. انت عندك مواهب يعني تعرفي تقولي كده الحركه؟ لا لا، انا هعمل الحركه بتاعتي وكده يعني. اه. طيب واللبس مثلا، لو جالك فستان وانت حاسه ان هو لونه وحش جدا او موديله مش حلو، هتعرضيه ولا هتقولي لهم لا مش هعرضه؟ لا هعرضه، عشان انا بعرض كل حاجه، الموديل زي بيعرض كل حاجه. بس لو حاجه انت مش حباها تعرضيها؟ هي اه عادي. يعني انت بتعرفي تحلي الفستان وكده؟ طيب عايزين مثلا تحكي لنا عن الصوره. اه، الصور دي جميله جدا. احساسك ايه بقى وانت لابسه الفستان ده كده؟ عادي، كنت مبسوطه. مبسوطه جدا. انت مين اللي مختار طب مين اللي مختار الفستان ده؟ ده؟ ايوه، مين اللي مختاره؟ بصراحه ماما. ماما اللي اختارته. طب يعني انت بتعرضي ماما كانت معاكي وبتنقي اللون مثلا المناسب ليكي وكده، وانت كنت بتبقي موافقه ولا في حاجات بتعترضي عليها؟ لا، هو اصلا يعني ده الصوره دي من زمان جدا. كان عندك كام سنه فيها يا شاه؟ تقريبا. الصوره دي جميله جدا. كان عندي فيها وانا كده. كده ثلاثة. طيب شام، انت بتحب الوان معينه في اللبس؟ يعني بتقولي لماما اختاري لي الالوان ديت، ولا اي لون بتحبيه يعني؟ اي لون بحبه، بحب كل الالوان عادي. بس انا عرفت ان انت بتحبي اللون الاصفر اكتر حاجه. اه، عرفنا اسرارك. اكتر لون بتحبيه. طيب احنا كان معانا فيديو، بس لولا احنا جينا متاخر فالفيديو ده ما اتعرضش، فاحنا عايزين نعرف منك حته صغنونه كده من الفيديو. مش عايز يشتغل يعني حته صغنونه. الناس اللي بتتابعك بقى والناس اللي معجبين بتوعك، الاغنيه ايه اللي بتقوليها في الفيديو؟ هي ابيض اسود مش باللون. طب قولي يلا حته صغنطوطه كده من الاستعراض. لا، ما زي ما انت، زي ما كان. لا لا، زي ما انت. ايوه، اعملي وانت قاعده ومس.
ابيض اسود مش باللون، كل انسان في كيان واحد، ربنا خلق الكون موزون ولا ميز واحد عن واحد. يا شطوره. طب يا شيماء انت عارفه معنى الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ عارفه معنى كل كلمه بتقوليها؟ اه. طب ممكن تقولي كده معنى كلمتين ثلاثه؟ في كلمه معناها اللي هي يعني احنا كلنا شبه بعض، احنا انسان. ايوه كلنا يعني مفيش مثلا عنصريه. أيوة. يعني من ميزش حد. ده كويس. طيب يعني في سيشن كمان بس احنا مش هنعرضه في الفقره دي، احنا هنعرضه في الفقره اللي جايه. السيشن ده برضو في موضوع مهم جدا، قول لنا عليه، احكي لنا عنه. اللي هو عادي بيتكلم عن ايه؟ مشكلته ايه؟ مشكلته الطلاق. الطلاق يعني؟ طيب. بيتكلم عن الازمه بتاعه الولاد اللي بابا وماما بيشدوني، هم كلهم هم الاثنين عايزوني في حياتهم. كل واحد عايزه في حياته. ايوه. فانا فتحت الباب ومشيت، فانا مسكت الدبدوب ورميته على الارض، فانا كده ما عادش مختار حد، انا ماشيه. طب سؤال بقى. انت سؤال. أيوة. بقى خارج عن اي حاجه، شام، ايه اللي انت استفدتيه مثلا ان لما بابا وماما مثلا لا قدر الله يتفصلوا، او اي بابا واي ماما يتفصلوا، الطفل بيحس بايه؟ شام، بتزعلي ولا تفرحي؟ بزعل طبعا. بيبقى مش مرتاح. أيوة. حياته متلخبطه. انا مش مرتاح. يعني انت عايزه تقولي لكل اب وكل ام في السيشن ده انه ما ينفعش ان هم يتخانقوا، وما ينفعش ان هم يتطلقوا عشان ولادهم. يعني انت كنت حابه توصلي الفكره دي؟ بس دايما وانا صغيره كانت ماما وبابا شكلهم في نواد. لا مش عايزين. لا احنا مش عايزين الحاجات دي كلها. لا يا شام، يعني هم اكيد بيختلفوا قدامك، بس انت بتفهمي ان هم بيتخانقوا. لا ده مش عايزين. طبعا اي بيت بيكون فيه خناقات، يعني طبعا مش هتدخلي البيت. طيب النهارده. طيب شام، النهارده عيد الاب، هتقولي لبابا ايه؟ سنة انت طيب يا بابي. انت بتحبي بابي قوي؟ تحبي بابي؟ اه. شام، مين اللي واقف معاكي، بابي ولا ماما؟ مين اللي واقف معاك اكتر وبجيب لك اللبس وبيختار لك اللبس وكده؟ اكيد ماما. ماما تحب ماما اكتر. صح. هو بتحبكش يا بابي؟ لا هي بتحب بابي. تحبي بابي؟ بحب بابي ومامي. بس مين اكتر؟ مين اكتر؟ انت عايز تعمل مشكله ليه؟ مين اكتر؟ تحبي مين اكتر؟ يلا قولي. ماما. اعتراف. طيب شيم، انا شايفه التسريحه دي جميله جدا، مين بيعمل لك التسريحات؟ وكمان في الصور في تسريحات حلوه قوي، مين بيعملها لك؟ ميري سلام. برضو ميري سلامه. ميري سلامه ما شاء الله. الهدف من الموضوع اللي احنا فيه ان برضو احنا خدنا بالنا مثلا من الاغنيه اللي قالتها شام، ان هي مثلا بتطلع حاجه او معاني الاغنيه. صح. حاجات هادفه. صح. ابيض واسود مش باللون، فمش اي رقص على اي اغاني، هي بتعمل حاجه استعراضيه، حاجه. صح. هادفه. صح. فانا عايز اعرف احساسك كده وانت مثلا بتعملي سيشن، مثلا بتبقى احساسك فرحانه ان انت بتمارسي الحاجه ديت، ولا مش فرحانه، انت متضايقه؟ لا ببقى فرحانه عادي. بتبقي فرحانه ليه كده؟ لو عايزه افرح. لا بقى بتعملي حاجه بتحبيها. اه. طب عندي سؤال بس، يعني لما تكبري كده عايزه تبقي ايه؟ بصراحة وانا عايزة ابقى موديلز واسافر عشان اعمل للناس ميك اب. بتحبي الميك اب؟ بتحبي ان انت ليه بقى عايزة تعملي لهم ميك اب؟ كده يعني عايزة تعملي لهم حاجة حلوة يعني كده، مش مش بيعجب؟ ما عرفناش. يا سنة كام؟ يعني سنة كام؟ انت قد ايه يا شام؟ ايه، خمسة. خمسة؟ هتروحي المدرسة؟ لا انا كنت بروح بس عملوا اجازة فانا مش بروح. يعني ما كنتيش في المدرسه بقى، كنت في الحضانه. صح. طيب انت مثلا يا شام، لا انا كنت في كي جي 1. تمام. انت لو جالك يا شام مثلا يعني حد فنان قال لك عايزك تطلعي معايا في كليب كده وتشاركيني، هتوافقي ولا هتشوفي نوع الاغنيه الاول هتعجبك ولا لا؟ هو سؤال كبير عليك. لو مثلا فنان مغني قال لك عايزك تطلعي معايا في فيديو كليب وتغني معايا وتعملي استعراض، تعملي استعراض في الفيديو، هتحبي ولا هتقولي لا؟ هقول طبعا. عشان لازم تشوفي الاغنيه الاول. صح. لو لقيتها مامي هتساعدها اكيد. أيوة. يا احمد. ايوه مامي هتساعدك. لو الاغنيه مش حلوه هتقول لك لا، فهتوافقي ولا هتقولي لها لا يا مامي انا عايزه اعمل استعراض وخلاص؟ بعمل عادي. لا يعني لو مامي قالت لك لو مامي قالت لك الاغنيه مش حلوه يا شام وبلاش الاستعراض ده ونعمل حاجه تانية، هتوافقي؟ اسمعي كلام مامي. شام بتعرف تستثمر وقتها، لان في استثمار وقت. شام طفله زنطوطه،
عندها استثمار وقت كبير، يعني هي لسه في بداية حياتها بتمارس وبتحاول توصل رسالة. بتوصل رسالة. الأغنية كمان كلماتها حلوة جدا، والسيشن إن شاء الله هنشوفه برضو موضوعه مهم جدا جدا. فبنتمنى فعلا إنه كل لما يبقى في موهبة الأهل يخلوا بالهم من موهبة طفلهم، وإن هم يستثمروها صح ويوجهوها، لأن احنا بقينا بنشوف حاجات كتير خصوصا على التيك توك، وبنشوف أطفال مفيش رقابة، مفيش اهتمام، أي حاجة بيعملوها وخلاص. يعني الهدف الشهرة. صح، الهدف أيوة الشهرة. الهدف احنا الشهرة ممكن نستغل الشهرة في إن احنا نوصل رسالة. بالزبط. يعني نخلي مثلا أطفال يوصلوا رسالة، مثلا لغة الإشارة تمام للناس اللي ذوي الاحتياجات الخاصة، نخليهم يوصلوا رسالة هادفة برضو وياخدوا منها شهرة، يعني زي مثلا كان معنا في الحلقة الأولى كان برضو حد استغل السوشيال ميديا. أيوة السوشيال ميديا مهمة جدا، بس في الحاجة الإيجابية. في الحاجة الإيجابية طبعاً. يعني شام مثال لأنه فعلاً في استثمار في أطفالنا بس بشكل إيجابي، وإن شاء الله شام نشوفك لما تكبري كده تكوني موديل مشهورة جداً، بتعملي حاجات حلوة. صحيح أنت بتحبي التمثيل؟ آه. عايزة في حد ممثل كده حابة تكوني شبهه؟ آه. مين؟ هي سكر. سكر؟ السكر اللي بتطلع في منير منير. نيللي كريم؟ سكر؟ لا بس مامي قالت لنا كمان ان انت بتحبي دنيا سمير غانم. بتحبي الاستعراضات اللي هي بتقدمها؟ اه. عايزك برضو تعملي استعراضات زيها؟ اه. بس هي تقريبا قربت من نيللي كريم عشان هي بتعمل استعراضات. هي حبت الاغنيه. حبت المجال الاستعراضي. حبت الحاجه الاستعراضيه. تمام يا شام، اوكي. قبل ما ننهي فقرتنا حابب انا وزميلتي سهام ان احنا نرحب بالاستاذ محمد الغيطي والدكتور. أيوة سعيد حساسين، وبشكر قناه الصحه والجمال ان هي يعني جابتهم معانا. طبعا انت حابه تشكريهم؟ طبعا اكيد، يعني مش محتاجه كلام طبعا، دي حاجه حلوه إضافة جدا قوية للقناة. فعلا اضافه قويه للقناه فعلا. طبعا شام احنا بنشكرك ان انت كنت موجوده معانا. عايزين نشوفك تاني يا شام، وانت عامل حاجات تانية بقى. احنا زعلانين عشان الفيديو ما اتعرضش، بس عايزين نشوف حاجات تانية وتيجي معانا حلقات جديده ان شاء الله. اوكي انتظرونا بعد الفاصل في فقرة ثانية في برنامج خطر قدام ان شاء الله.